توطدت العلاقة بين إسرائيل واليمين المتطرف بالعالم بآخر كم سنة رغم تاريخ اليمين المعادي لليهود. مبارح تظاهر عشرات الآلاف بفرنسا تحت شعار رفض معاداة السامية، وصار هذا المشهد. اعترض عدد من المتظاهرين على وجود مارين لوبان بالمسيرة، رئيسة حزب يميني متطرف معروف بماضي المعادلة اليهود. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. سبق مشاركة اليمين المتطرف بالمسيرة دعم صريح من لوبان لإسرائيل. Est-ce que la France, Marine Le Pen, fait ce qu'il faut? Moi je pense qu'il faut permettre à Israël d'éradiquer le Hamas. والظاهرة مش محصورة بفرنسا. Zionist anti-Semitism. It's not a joke. Did you notice how this radical Zionist Jews who want strong Israel are getting gradually into an unholy alliance with even anti-Semitic Western conservatives? فيكتور أوربان، الرئيس الهنغاري اليميني المقرب من تيارات معادية للسامية، بيشيد بالتقارب بين إسرائيل وهنغاريا لبناء مجتمعات محافظة. أندري دودا، رئيس البولندي اليميني اللي بيشكل مع نظيره الهنغاري وغيرهم من محافظي أوروبا حلفاء متينين لنتنياهو، رغم أنه دودا رفض التعويض لناجين الهولوكوست. Though Duda is seen as a supporter of Israel, he's echoed the government's stance of completely denying any Polish complicity in the Holocaust, including the denial of any reparations for survivors. دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي اللي نقل السفارة الأمريكية على القدس المحتلة، كمان تميز بملاحظات تنميطية ضد اليهود. I am the least anti-Semitic person that you've ever seen in your entire life. Even these spoiled, rich Jewish guys, they can't believe how good this is, you know? وعين ستيف بانن المتهم بمعاداة السامية قناطق رسمي لحملته. شو المشترك بين تيارات سياسية يمينية إلى تاريخ حافل بمعاداة اليهود واليمين المتطرف الإسرائيلي؟ جواب عن نتنياهو. We both understand that the threat of radical Islam is a real one. It could endanger Europe. It could endanger the world. It certainly endangers us and our Arab neighbors. تفوق الأبيض، العنصرية، الإسلاموفوبيا والقيم السياسية المحافظة هن شعارات المرحلة يلي على أساسها عم يتناسى اليمين العالمي كل تناقضاته. فمثل ما قال الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي، فجأة صار فيك تكون معادلة السامية وداعم لإسرائيل.